البيئة والمحميات الطبيعية للسنة الخامسة على التوالي برنامج معا لصيف أجمل، اللي تم استهداف فيه الطلاب ما بين عمر 8 سنوات إلى 16 سنة. تم استهداف فيه فئة الذكور وفئة الإناث. البرنامج كان على مدار أسبوعين على التوالي، تم فيه زيارة المراكز التابعة لإمارة الشارقة اللي تندرج تحت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى متحف الحضارة الإسلامية والغرفة الماطرة. الهدف من البرنامج تثقيف الطلاب وتوعيتهم بالأماكن التابعة لإمارة الشارقة، بالإضافة إلى توعية الطلاب بدل ما يسونهم يجلسون في البيت بما أن إجازة الصيف، شوي يطلعون من الروتين اليومي حقهم، معلومات ممكن تفيدهم مستقبلاً، معلومات توعيهم تثقيفياً علمياً، وأيضاً مفايدتها بدنياً إنك كحركة بدل جلستهم في البيت. برامج هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لا تقتصر فقط على الصيفي وطلاب الصيفي، برامج هيئة البيئة والمحميات الطبيعية نسويها حق الدوائر الحكومية، المدارس بشتى أنواعها، جميع المراحل من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، بالإضافة إلى سكان الإمارات. لكل برنامج هدف معين نستهدف فيه فئة معينة.